السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا كتاب ديال جيد دوتيليزاسيون دو سيمو. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. دليل استخدام الإسمنت. عندنا في هذا الكتاب هذا كيفاش تخليطه ولا كيفاش غادي نخلطو الإسمنت ديالنا على بزاف ديال الاشياء اللي خاصنا ماشي بحال كيكون التخلط ديال الاسمنت فيها بحال الفونداسيون ماشي هي البيطون ديال لي فوال ماشي هي اوفراج اون بيطون نارمي ماشي هي لادال اون بيطون. هاد اربعه ديال الاشياء ولا اربعه ديال الحوايج اللي حنا كنحتاجو فيهم البيطون كيفاش غادي نديرو كيفاش غادي نستخدمو الاسمنت فيهم. هاد الكتاب هذا اللي ما غاديش نقول لكم انا كبير بزاف ولكن انه في المستوى اللي الناس غادي تستافد منه وحتى نتوما تستافدوا منه وما تنساوش تبارطاجيو في بيناتكم. والسلام عليكم ورحمه الله.